بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير وبركة ومحبة وسلام. أعلنت انطلاقة شوطنا التاسع للقعدان المحليات الأصايل من مسافة 8 كيلومترات. حضرت هذه الشعارات وحضرت هذه الأسماء بحثا عن الفوز وبحثا عن الناموس وعن الانتصار في هذا المساء ومن هذا الميدان، ميدان المرموم ومهرجان ولي عهد دبي، يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه. بدأت الأسماء، بدأت الشعارات في الاندفاع نحو الفوز والناموس والانتصار. أبدأ مع المركز الأول، أبدأ مع الصدارة في هذه اللحظات لأتابع شرط من يحتل البداية. شرط مع الصدارة يتقدم في هذه اللحظات، هنا شرط وينطلق مع البداية بشعار سعيد بن سالم بن عبيد الراشدي، أول المنطلقين، أول الباحثين عن الناموس، عن الانتصار. المركز الثاني الحضور من مهيض في هذه اللحظات بشعار علي بن حمودة، بن علي بن حمودة الظاهري يقدم لنا انطلاقة وحضور شعاره، بينما المركز الثالث القادم في هذه اللحظات والحاضر كالساحة لسالم بن راشد بن غدير الكتبي، بينما المركز الرابع الحضور في هذه اللحظات يتقدم سراب أحمد بن غانم بن علي المنصوري مقدما لنا شعاره، مع المركز الرابع. المركز الخامس الحضور في هذه اللحظات من كيفان خميس بن أحمد بن قنون الفلاسي مع خامس المراكز وخامس التحديات، بينما القادم مع المركز السادس يتقدم ويحضر سلهود عبد الله بن حمد بن محمد بن مي العفاري، يقدم لنا شعار في هذه اللحظات. المركز السابع الحضور في هذه اللحظات من متعب ناصر بن عبد المحسن بن ناصر الهاجري، يقدم لنا اندفاعة متعب وحضور متعب في هذه اللحظات، بينما القادم، بينما الحاضر عديم سهيل بن عبيد بن عبد الله بن يميع السبوسي قادم وحاضر في هذه اللحظات، بينما أتابع القادم من الواصل والحاضر في هذه اللحظات شاهين غدير بن حميد بن عثعيث الراشدي، ينطلق في هذه اللحظات ويحضر بحضور شعار، بينما القادم، بينما الحاضر يتقدم في هذه اللحظات ويحضر قاصد لناصر بن سعيد بن ناصر المنهالي، وعاشر الأسماء عاشر التحديات القادم قادم بكل قوة. هنا أتابع مخزون الحاضر في هذه اللحظات، هنا حمد بن ضعيف بن حمد بن غدير الاكتبي هو القادم والحاضر مع انطلاقة مخزون وحضوره، ونداؤنا الأول انقضى للعشر الشعارات الحاضرة وعشرة أسماء متواجدين في هذا المساء بحثا عن الفوز وبحثا عن الناموس وعن الانتصار. أعود إلى المركز الأول، أعود إلى الصدارة، إلى من يحتل المقدمة.
ويتقدم بشعاره، ويتقدم في هذه اللحظات ويندفع بهذا الاندفاع. شرط مع البداية، سعيد بن سالم بن عبيد الراشدي يتقدم، الراشدي يحضر بحضور شرط وانطلاقات شرط مع المركز الأول. المركز الثاني شعاري مرغم قادم وحاضر هنا ليتواجد كساح مع المركز الثاني. يقدم لنا كساح في هذه اللحظات سالم بن راشد بن غدير الاكتبي يتقدم ويقدم لنا كساح مع المركز الثاني. المركز الثالث القادم سراب احمد بن غانم بن علي المنصوري مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع القادم شعار بن حمود القادم والحاضر في هذه اللحظات مهيض لعلي بن حمود بن علي بن حمود الظهري مع المركز الرابع يتقدم وينطلق هنا نحو الفوز ونحو الناموس والانتصار. المركز الخامس القدوم من قبل كيفان، يتقدم هنا خميس بن أحمد بن قنون الفلاسي يتقدم مع كيفان مع المركز هنا السادس. المركز السابع القادم في هذه اللحظات والحاضر مريح يتقدم محمد بن عتيق بن عبيد بن عابد المهيري يقدم لنا شعاره مع المركز السابع. المركز الثامن يتقدم في هذه اللحظات هنا شاهين لغدير بن حمد لغدير بن حميد بن عثعيث. الراشدي قادم، الراشدي حاضر في هذه اللحظات والقادم هنا في هذه اللحظات. مخزون يا مخزون يتقدم يتقدم في هذه اللحظات مخزون وينطلق لحمدان بن حمد. من يقدم لنا انطلاقة مخزون؟ يا سلام يا سلام يا الأسماء، يا سلام يا الشعارات الحاضرة في هذه اللحظات. انضم هنا قاصد ناصر بن سعيد بن ناصر المنهالي قادم، المنهالي حاضر هنا. سلهود أيضا قادم بشعار عبد الله بن حمد بن محمد بن مي العفاري، بينما القادم بينما الحاضر يحضر في هذه اللحظات. شعاع القادم لحمد بن سعيد بن جمعة بن فهد الكتبي يتقدم بهذا الحضور، يتقدم بهذا الوصول. والأسماء والشعارات بدأت في الوصول، بدأوا في الانطلاق نحو الفوز ونحو الناموس الغالي في هذا المهرجان الغالي على القلوب، مهرجان ولي عهد دبي يحفظه الله ويرعاه. أعود إلى البداية، أعود إلى الصدارة، أعود إلى من سيطر، إلى من انطلق نحو البداية، نحو الإبداع، نحو الإمتاع. شرط يا شرط ما زال مع القيادة، ما زال مع الريادة. يتقدم هنا سعيد بن سالم بن عبيد الراشدي يقدم لنا شرط وأداءات شرط وحضور شرط الجميل والكبير في هذا المساء. المركز الثاني القادم سراب أحمد بن غانم بن علي المنصوري قادم، قادم مع المركز الثاني. المركز الثالث الحضور في هذه اللحظات والقدوم من شاهين غدير بن حمد بن عثعيث الراشدي، بينما المركز الرابع القادم في هذه اللحظات والحاضر يتقدم عديم سهيل بن عبيد
بن عبد الله بن يميح السبوسي يتقدم هنا راعي صايب يقدم لنا عديم ليحضر مع المركز الرابع ويقدم لنا عديم المركز الخامس في هذه اللحظات. وصل مخزون، مخزون يتقدم حمدا بن حمد بن ضعيف بن غدير الاكتبي. من يقدم؟ مخزون، مخزون الهشوط، مخزون يتقدم هنا ويحضر بهذا الحضور الجميل والحضور الكبير. وصل ايضا شعار مرغم مع كساح يتقدم في هذه اللحظات ويقدم لنا كساح سالم بن راشد بن غدير الاكتبي. ويحضر ايضا كيفان خميس بن احمد بن قنون الفلاسي. الاسماء بدات في الوصول، الشعارات بدات في الحضور ليحضر في هذه اللحظات. مريح يمريح محمد بن عتيق بن عبيد بن حافظ المهيري يقدم لنا شعاره ويحضر مع انطلاقه وحضور مريح. يا سلام يا التغيير، يا سلام. انطلق هنا، انطلق شاهين مع البداية وتحرك شاهين بهذا التحرك الجميل بهذا الإبداع وبهذا الإمتاع. يتقدم في هذه اللحظات خدير بن حميد بن عثعيث الراشدي. ولكن يا أخوك دير بالك من مخزون، مخزون يا أبو ناصر مخزون، وينك يا مخزون؟ يتقدم مع المركز الثاني الكيلو الأخير، الكيلو الخطير طارن القعدان، أقلع عن القعدان في هذا المساء. ومخزون يتحرك وشاهين صامد، والقادم في هذه اللحظات مريح محمد بن عتيق بن عبيد بن حافظ الأميري. مخزون يا أبو ناصر، مخزون يا أبو ناصر، ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه، يتقدم في هذه اللحظات. ينطلق هنا في هذه اللحظات، هنا مخزون حمدا بن حمد بن ضعيف هنا يتقدم في هذه اللحظات مع مخزون بالأداء الكبير بالعرض التلقائي 400 متر. يا راعي مخزون روح، ما شاء الله، ما شاء الله عليه، ما شاء الله حواليه. أقلع مخزون، أبدع مخزون في هذا المساء. حمد بن ضعيف بن حمد بن غدير الاجتبي إلى مرغم السلام، إلى مرغم، إلى مقر الرموز، إلى مقر الإنجازات، إلى قلعة الكوس. مرغم مرغم مرغم، سلام يا مالك مخزون على هذا الفوز والانتصار الكبير. المركز الثاني كان حضور قاصد لناصر بن سعيد بن ناصر المنهالي، والمركز الثالث كان حضور الشارد عبد الله بن صالح بن سعيد المري، والمركز الرابع كان حضور عديم سهيل بن عبد الله سهيل بن عبد الله بن يميع السبوسي، والمركز الخامس كان حضور شاهين لغدير بن حميد بن عثعيث الراشدي. من قدم لنا شعار؟ إذن تانينا لمالك مخزون على الفوز والانتصار حمد بن ضعيف بن حمد بن غدير الاجتبي. وسلام مرغم سلام. 12 دقيقة 37 ثانية، ستة أجزاء من الثانية توقيت مخزون، وانتزاع ناموس هذا الشوط. المركز الثاني وصل مع المركز الثاني قاصد ناصر بن سعيد بن ناصر المنهالي، توقيته ولحظات وصول 12 دقيقة 40 ثانية سبعة أجزاء من الثانية. تانينا والناموس. المركز الثالث، المركز الثالث كان حضور ايضا وتواجد الشارد عبد الله بن صالح بن سعيد المري. 12 دقيقة 42 ثانية سبعة أجزاء من الثانية. تانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم،
أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم مهبا.